المصري يستعد لشهر رمضان بطرح 500 مليون دولار للبيع لتغطية طلبات استيراد السلع الغذائية. وزير العمل اليوناني يعلن عزم بلاده سداد الديون المستحقة عليها الشهر الجاري والتوصل لاتفاق مع المقرضين الدوليين لصرف بقية أموال حزمة المساعدات. التباطؤ يضرب قطاع الصناعة في الاقتصادات الآسيوية النامية مع تراجع أنشطة المصانع في الصين والهند. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه النشرة الاقتصادية المفصلة من النيل. أعلن البنك المركزي المصري طرح مبلغ 500 مليون دولار في سوق الانتر بنك الدولارية لتغطية الطلبات القائمة لدى البنوك لتمويل استيراد السلع الغذائية استعدادا لحلول شهر رمضان الكريم. ويطرح البنك بالفعل عطاءات لبيع الدولار في أيام الأحد والاثنين والأربعاء والخميس من كل أسبوع. وكان البنك المركزي ووزارة الصناعة والتجارة قد اتفقا على منح السلع الغذائية الأولوية في فتح الاعتمادات البنكية خاصة لمنتجات اللحوم والألبان والزيوت والبقول والحبوب بشرط ألا تتعدى نسبة العمولات الخاصة بفتح الاعتمادات البنكية من البنوك التجارية نسبة 1.5%. عقدت جمعية شباب رجال الأعمال مؤتمرا بعنوان دور القطاع الخاص في التكامل الاقتصادي الذي سيتم تشكيله بين 26 دولة أعضاء في تجمعات الكوميسا والساتك ودول شرق إفريقيا. المؤتمر الذي شارك به عدد من ممثلي القارة السمراء بحث سبل مواجهة المشكلات التي تواجه تعزيز التبادل التجاري بين دول القارة ودور الشركات الخاصة لتطوير التجارة البينية بعد توقيع اتفاقية التجارة الحرة الشهر المقبل. في 10 من يونيو المقبل سيولد تكتل اقتصادي بين الدول الإفريقية خلال مؤتمر سيعقد في مدينة شرم الشيخ. هذا التكتل الوليد يضم الدول المشاركة في تجمعات الكوميسا والسادك ودول شرق إفريقيا والبالغ عددهم 26 دولة إفريقية يمثلون 62% من إجمالي تجارة القارة. في إرادة سياسية واضحة، الواحد طبعا لا يقلل من التحديات ومن المشاكل، لأن في كل دولة في اعتبارات كتير بتحكم المسار اللي بتتخذه لتحرير التبادل التجاري مع الدول الأخرى، وفي أولويات. لكن احنا شايفين على المستوى الوطني، شايفين أنه مثلا مع الدول المجاورة، مع السودان، شايفين مع أثيوبيا. المشاركون في مؤتمر دور القطاع الخاص في التكتل الجديد والذي شارك فيه ممثلو عدد من دول القارة السمراء شددوا على ضرورة دفع القطاع الخاص إلى المقدمة من أجل تعزيز التجارة البينية بين دول القارة. هذا المؤتمر تدعو إليه وبيدعمه القطاع الخاص في أفريقيا أنه يحفز كل الدول 26 اللي هم في 3 تجمعات أن هم نشتغل مع بعض، نحط ايدينا في ايدين بعض، نتعامل مع بعض، نتحاور مع بعض، نتتاجر مع بعض، نستثمر في بعض، وبالتالي تعود الفائدة علينا أكثر. ما هو المانع أن تتحد كل هذه القوى؟ وغرب أفريقيا فيها برضو عدة اتحادات، ففي الآخر تنتهي إلى الاتحاد الأفريقي الذي يضم 54 دولة أفريقية وتكون قوة مؤثرة لها من الأوراق ما يمكنها أن تكون لاعبا رئيسيا في مواجهة العالم. وتواجه القارة الإفريقية مشكلات في زيادة حجم التبادل التجاري رغم امتلاك القارة لموارد وإمكانيات زراعية وتعدينية كبيرة، لكنها تواجه مشكلات في اللوجستيات والحواجز الجمركية والتشريعية. يعيش العالم عصر التكتلات الاقتصادية الكبرى، وإذا كانت القارة الإفريقية قد تأخرت في الدخول إلى هذا العصر، إلا أن الفرصة ما زالت سانحة إذا ما توفرت الإرادة السياسية لدول القارة السمراء. هشام حامد، النيل. تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية قبيل ختام تعاملات اليوم وسط مشتريات للمستثمرين العرب والأجانب ومبيعات للمستثمرين المصريين. وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX 30 بنسبة 97% ليصل إلى 8645.6 نقطة، بينما تراجع مؤشر أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX 70 بنسبة 17%.
وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة نحو مليار جنيه ليصل إلى مستوى 496 مليار جنيه وسط تداولات وصلت إلى نحو 760 مليون جنيه. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ وائل عنبة خبير أسواق المال. أستاذ وائل، يعني كيف تقيم أداء البورصة المصرية، وهل هذا هو تعافي من حالة الكبوة التي شهدتها البورصة على مدار الأيام السابقة؟ ما زال الأداء المرتبك بيسيطر على التعاملات ما بين جاذبية الأسعار اللي انخفضت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، وما بين انتظار أي أخبار بخصوص تعديل قرار فرض الضرائب على البورصة. عشان كده بنلاقي في زبزبة في الأسعار. النهاردة بدأنا الجلسة على هبوط في بداية الجلسة المؤشر الرئيسي EGX 30، ولكن قوة شرائية من قبل السندية الأجنبية داخل السوق رفعت المؤشر الرئيسي، في حين المؤشر الفرعي EGX 70 ما زال منخفض لنهاية الجلسة من بدايتها لنهايتها. نفس المظاهر اللي بنشهدها في الفترة الأخيرة، بيع للمؤسسات المصرية، شراء للمؤسسات الأجنبية، والنهاردة لقينا المؤسسات العربية منضمة مع المؤسسات المصرية في جانب البيع يقابلوا مشتريات من الأفراد العرب. يعني هل هذه الحالة من المشتريات من جانب المستثمرين العرب والأجانب دليل على تعافي أثر يعني الضريبة، وهل هناك يعني تعافي في المرحلة القادمة، أم ربما هناك أيضا يعني تأثيرات في المرحلة القادمة؟ هو جاذبية الأسعار بعد الهبوط الشديد اللي حصل بدأ يحصل تكوين مراكز شرائية للصناديق. العرب والأجانب عندهم وفرات مالية عالية، يقدروا ان هم يشتروا على مراحل، يقدروا ان هم يصبروا في السوق مدة طويلة، وهو دي سر الجاذبية اللي بدأت تخلي الصناديق العربية والأجنبية تكون مراكز شرائية. ان الهبوط كان عنيف جدا خلال الفترة الأخيرة، يكفى اقول لحضرتك ان عندنا اكتر من 20 سهم بيشهدوا اقل سعر في تاريخهم منذ الإدراك في البورصة، وده ممكن نقول ان هو عنصر الجذب الوحيد في الوقت الحالي. تمام، الأستاذ وائل عنبة خبير أسواق المال، شكرا جزيلا لك. وإلى منطقة الخليج التي سيطرت على بورصتها موجة تراجع قوية تحت تأثير الخسائر الكبيرة لبورصة الإمارات، في حين لم تنجو من موجة الخسائر سوى بورصتا البحرين ومسقط وبمكاسب طفيفة. صرح مصدر مسؤول بالمؤسسة اليمنية للاتصالات بأن خدمة الإنترنت والاتصالات ستتوقف في عدد من المحافظات نتيجة لنقص في المواد النفطية المستخدمة كوقود للمؤسسة وانقطاع الكهرباء بشكل كامل. وتبع المصدر أن عدد من المحافظات ستتوقف فيها الخدمات بشكل كامل نتيجة لعدم قدرة مكاتبها وفروعها بسبب صعوبة استمرار العاملين في أداء أعمالهم في ظل القصف والعمليات الأمنية فيها. وأضاف أن بقية المحافظات اليمنية سيتم توزيع ساعات عمل خدمات الإنترنت والاتصالات عليها حسب الإمكانيات المتاحة. قال البنك المركزي التركي إنه سيدفع فوائد على الاحتياطات بالدولار وخيارات الاحتياطي والاحتياطيات الحرة التي يحتفظ بها البنك. وذكر البنك أن سعر الفائدة سيحدد على أساس يومية مع الأخذ في الاعتبار الأوضاع في السوق المالية العالمية والمحلية. وأضاف البنك أن القرار سيسري اعتبارا من غد الثلاثاء، وأن سعر الفائدة وأموال ليلة واحدة في الخامس من مايو 2015 سيبلغ 12% سنويا. قال وزير العمل اليوناني إن بلاده تنوي سداد الديون المستحقة عليها الشهر الجاري والتوصل لاتفاق مع المقرضين الدوليين لصرف بقية أموال حزمة المساعدات، وذلك على الرغم من إصرار صندوق النقد الدولي على إصلاحات قاسية لسوق العمل. وتعاني أثينا من أزمة السيولة، في حين ينبغي على الحكومة سداد نحو مليار يورو لصندوق النقد الدولي الشهر الجاري. وتتعرض حكومة رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس التي تشكلت قبل 3 أشهر لضغوط في الداخل والخارج للتوصل إلى اتفاق مع المقرضين في أوروبا وصندوق النقد الدولي بشأن إصلاحات لتفادي إفلاس الحكومة.
أظهر مسح ألماني تباطؤ قطاع الصناعات التحويلية بشكل طفيف في إبريل، لكنه ظل في حالة جيدة بوجه عام، وهذه هي ثاني أفضل قراءة في 9 أشهر. وتراجع مؤشر ماركت لمديري المشتريات بقطاع الصناعات التحويلية الذي يشكل نحو خمس الاقتصاد الألماني إلى 52.1% من أعلى مستوى في 11 شهرا، عند 52.28% المسجل في مارس. وظل المؤشر فوق مستوى 50 نقطة، الفاصل بين النمو والانكماش للشهر الخامس على التوالي. وفي منطقة اليورو ضعفت قليلا في المنطقة في مايو، إلا أن المحللين والمستثمرين أبدوا تفاؤلا بشأن الوضع الحالي أكثر من أي وقت مضى منذ منتصف 2011، ما يشير إلى تجاهلهم الأزمة في اليونان بشكل عام. وهبط مؤشر مجموعة سنتكس للأبحاث الذي يرصد معنويات المستثمرين والمحللين في منطقة اليورو إلى 19.6% في مايو من 20 نقطة في إبريل. وأظهرت المؤشرات الفرعية أن نظرة المستثمرين للظروف الحالية في منطقة اليورو هي الأكثر تفاؤلا منذ يوليو 2011، إلا أن التوقعات ساءت كثيرا. ونتحول حيث ارتفع مؤشر داكس للأسهم الألمانية مقتضيا بمكاسب السوق الأمريكية، وفي ظل تركيز المستثمرين على بيانات مؤشر مديري المشتريات الأوروبية. وارتفع مؤشر يوروستوكس بنسبة 1%، كما صعد مؤشر داكس الألماني بنسبة 52%، بينما خسر مؤشر كاك الفرنسي 18%. وفي أسواق البترول العالمية، ارتفع النفط باتجاه 67 دولارا للبرميل ليصل إلى أعلى مستوى له خلال هذا العام، مدعوما بتوقعات انحسار تخمة المعروضة. وارتفع خام برنت 39 سنتا ليصل إلى 66 دولارا و85 سنتا للبرميل، كما زاد الخام الأمريكي 22 سنتا إلى 59 دولارا و37 سنتا للبرميل. وفي أسواق المعادن النفيسة العالمية، ارتفع الذهب بعد تكبد خسائر على مدى 3 أيام، لكن المعدن غير بعيد عن أقل سعر في 6 أسابيع مع استمرار محاولات المستثمرين التكهن بتوقيت رفع أسعار الفائدة الأمريكية. وارتفع سعر الذهب بنسبة 0.4% ليصل إلى 1183 دولارا و8 سنتات للأوقية. وارتفعت الفضة 0.2% إلى 16 دولارا و31 سنتا للأوقية. نتحول إلى الصين، حيث أظهر مسح لأنشطة القطاع الخاص أن أنشطة المصانع في البلاد هبطت في إبريل بأسرع وتيرة في عام كامل نتيجة لانكماش الطلبيات الجديدة، ما يعزز مبررات تبني المزيد من إجراءات التحفيز لوقف التباطؤ في ثاني أكبر اقتصاد في العالم. ويدعم أحدث مؤشر على تفاقم مشكلات المصانع الصينية احتمال انخفاض معدل النمو الاقتصادي في الربع الثاني عن 7% لأول مرة منذ أحلك لحظات الأزمة العالمية. وهبط مؤشر HSBC ماركت لمديري المشتريات إلى 48.9% في إبريل، وهو أقل مستوى منذ إبريل 2014 مقارنة مع 49.6% في مارس مع تهاوي الطلب واستمرار الضغوط التضخمية. كشف مسح اقتصادي عن تباطؤ إنتاج المصانع الهندية خلال إبريل الماضي في استمرار ضعف الطلب الداخلية. وتراجع مؤشر مشتريات المديرين في إبريل بنحو 0.2 نقطة عن المستوى في مارس الماضي ليصل إلى 51.3%. ونما طلبات الإنتاج بوتيرة أضعف خلال تلك الفترة جراء تخفيض الشركات الهندية من مستويات مخزوناتها. قال وزير المالية الياباني تارو أسو إن حكومة بلاده ستزيد الاستثمارات في البنية الأساسية الآسيوية خلال اجتماع لبنك التنمية الآسيوية. وقد تؤدي هذه الخطوة إلى نشوب خلاف بين اليابان والصين التي تقوم بإنشاء بنك تنمية جديد مخصص لمشروعات البنية الأساسية في آسيا.
وقالت الصين إن 57 دولة وافقت على أن تصبح عضوا مؤسسا للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، ولكن الولايات المتحدة قررت عدم الانضمام لهذا البنك الذي ينظر إليه على أنه منافس للبنك الدولي الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة. نظمت المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة للجامعة العربية بالتعاون مع البنك الدولي ورشة عمل في مجال رفع وبناء القدرات على مستوى المشتريات العامة والحكومية، وضمت الورشة العديد من الشخصيات العربية في مختلف المجالات. المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة للجامعة العربية وبالتعاون مع البنك الدولي نظمت ورشة عمل في مجال رفع وبناء القدرات على مستوى المشتريات العامة والحكومية، نظرا للأهمية القصوى التي تمثلها تلك المشتريات على مستوى الوطن العربي. المشتريات الحكومية في الوطن العربي تمثل أكثر من 50% من موازنات الدول، وعندما أتكلم عن المشتريات الحكومية فأنا أعني بها كافة الأصول، سواء كانت أصول لفترات قصيرة أو أصول لفترات طويلة كالإنشاءات، فلك أن تتخيل حجم هذه المشتريات. ويجب أن نعلم جميعا أن المشكلة الرئيسية في الوطن العربي أنه هناك عدم ترشيد في المشتريات وعدم ترشيد في تخزين ما نشتريه. القوانين الخاصة بالمشتريات الحكومية طرح هام تناولته ورشة العمل، وذلك في إطار الشفافية والمحاسبة. الناس كلها بتقول الأفكار بتاعتها إزاي ممكن نطور القانون ده بحيث ييسر عملية المشتريات الحكومية ويمنع وجود الفساد فيها. كويس. بالإضافة إلى ذلك بنتكلم على بوابات المشتريات الحكومية اللي موجودة في بعض الدول العربية، البوابات الإلكترونية بتتسجل عليها المناقصات، وجميع الناس بتقدم على هذه البوابة من باب الشفافية والنزاهة لكل حاجة تبقى واضحة لكل الناس. وتأتي الورشة بعد سلسلة اجتماعات أتاحت مناقشة العديد من القوانين المتعلقة بكل دولة، وأتاحت المجال للتنافس في مجال الصفقات. هذه الاجتماعات جيدة جدا لناحية تبادل الخبرات وتحسين آلية إجراء الصفقات العامة، وإتاحة أكبر مجال للتنافس ولإدخال مؤسسات جديدة للاشتراك في الصفقات العامة في كل دولة على حدة. وبلغ عدد المشاركين في المنظمة العربية حتى الآن 8 دول. رمضان المطعني، النيل. نهاية النشرة. هذا تذكير بأهم العناوين. البنك المركزي المصري يستعد لشهر رمضان بطرح 500 مليون دولار للبيع لتغطية طلبات استيراد السلع الغذائية. وزير العمل اليوناني يعلن عزم بلاده سداد الديون المستحقة عليها الشهر الجاري والتوصل لاتفاق مع المقرضين الدوليين لصرف بقية أموال حزمة المساعدات. التباطؤ يضرب قطاع الصناعة في الاقتصادات الآسيوية النامية مع تراجع أنشطة المصانع في الصين والهند. إلى هنا تنتهي هذه النشرة الاقتصادية المفصلة من النيل. شكرا لكم وإلى اللقاء.